ناخذ هلا عماره هون الارايفل ريت فيها منخفض شوي، انا هون مستعمل 7%. خلينا احنا نعمل الارايفل، الارايفل ريت عندي البوبيليشن كلها البوبيليشن بتساوي 1000 شخص، الارايفل ريت بيساوي 7%، والتارجت انترفال 30 سكند. فبصير عندي هلا بي انيشال بيساوي 7% في 1000 رح يعطيني 70، مش هيك؟ على 300 في 30 رح يعطيني 7 اشخاص، فرح نبدا ب 7 اشخاص، فرح اثبت هلا هون رح احط 7 اشخاص في الراوند تريب تايم، فرح يكون عندي 7 اشخاص، هذا كاني عمالي بحسب بايدي، بس لما اوصل عند حساب الراوند تريب تايم رح نستعمل السوفت وير اللي موجود هون. فعندي عماره فيها 8 طوابق above the main floor وفيها 2 basements. هاي البيسمنت الاولى B1 سميناها B2، هذول ممكن يكونوا كار باركس، طوابق تحت الارض كار باركس. المدخل الرئيسي الجراوند فلور، الفلور هايت للطابق هذا البيسمنت 3.5 وهذا البيسمنت 3.5 وهذا الارضي الارتفاع تبعه 5 متر، وبعدين بقيه الطوابق كل ارتفاعهم هون 4 متر لحد ما بوصل اخر شيء. هاي طبعا ما لهاش معنى، هو ممكن احطها زيرو، ممكن اخليها 3.8، المفروض انها ما تاثر على الكالكوليشن. حط زيرو، انا بخاف احطها زيرو تفكروا انه الطابق مش موجود، هو هذا not applicable. هلا البوبيليشن ان ايكوال فلور بوبيليشن، كمان عندي هون زيرو 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 البوبيليشن لانه هدول انترنس فلورز، وبعدين عندي بقيه ال 150 150 150 لحد ما اوصل 150، مجموع هدول بيطلع 1000. الارايفل ريت عندي الارايفل ريت 0.1 0.1 0.8، فعندي 10% بوصلوا من البيسمنت الاولى، 10% بوصلوا من البيسمنت الثاني، و80% بوصلوا من الكار فلور، وهذا متوقع لانه عدد الكار بارك سبيسز رح يكون قليل. يعني اذا عندي كار بارك رح يكون في 50 مثلا سياره موقف لسياره، 20 30 موقف لسياره، ما رح يكون عدد كبير. اذا هذا عندي هون، هذا كله جاهز من هون. انا كابس هون الان ايكوال ارايفل ريتس وان ايكوال فلور بوبيليشنز وان ايكوال فلور هايتس. انا بكتب هون ما بحط رقم واحد، بخليني انا ادخل الارقام. عندنا 8 صحيحه و7 صحيحه، رح هلا الفيلوستي ما رح نعملها هيك، رح نعمل الفيلوستي على طريقه ال 20 وال 30 وال 25 سكند. فهلا رح اوقف هاي، رح نحسب الفيلوستي بعدين رح نرجع نحسبها بعدين. هاي عندي الدور اوبننج تايم والكلوزنج تايم حطيتهم زي ما هم 2 و3، الترانزيت تايم 1.2 1.2، وانا هدول هلا مش ماخذهم هون. الادفانس اوبننج هو اذا الباب بيبدا يفتح بكير لما يوصل على الطابق، والموتور ديلي تايم اول ما يتكون تورك على المحرك باخذ وقت حتى يبدا يتحرك. اوكي، اذا هي البارامترز هاي جاهزه، بدنا الان السرعه، السرعات اللي رح نجربها.